تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة مع شهر يوليو الذي بدأ صرفه الاثنين الماضي، حيث قام ما يزيد على 2.5 مليون مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالي يزيد على 1.5 مليار جنيه حتى اليوم. وكانت الوزيرة قد أعلنت عن إضافة 73,000 أسرة جديدة للحصول على برنامج تكافل وكرامة بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي على مستوى المحافظات. ووصل حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة إلى 41 مليار جنيه العام المالي الجاري، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5,200,000 أسرة.